بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قال الله عنه في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وصيته بالحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يعني أمر أمتك بالحجامة. أيضا ورد في حديث آخر: إلا أمروني بالحجامة، يعني ليلة الإسراء والمعراج الملائكة تأمر النبي بالحجامة. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده، أمة النبي عليه الصلاة والسلام ليست فقط الصحابة الذين كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إلى يوم القيامة أمة سيدنا رسول الله إلى يوم القيامة، فهذه الأمة كلها مأمورة بالحجامة. طيب لما جينا نشوف الإعجاز العلمي في موضوع الحجامة وبالتقصي البحث العلمي في موضوع الحجامة، وجدنا أمور عجيبة جدا. وجدنا أن الحجامة النبوية بالتحديد، لأن في حجامة نبوية اللي بتتعمل على أساس السنة النبوية المطهرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم، يعني كان بيجيب حجام يعمل له الحجامة، ودي حاجة مهمة قوي لازم نتكلم فيها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن بالتخصص، أن كل إنسان يكون بارع في صنعته. النبي عليه الصلاة والسلام ما مسكش هو الكساد بنفسه وعمل حجامة لحد، لا، كان في طبيب اسمه أبا هند، فكان يقول: أرسلوا إلى أبا هند، يعني الدكتور المتخصص في موضوع الحجامة هو اللي يعمل الحجامة. فإحنا بنتكلم كده ليه؟ في ناس كتير بتعمل الحجامة بصورة عشوائية على غير أسس علمية، فتضر أكثر مما تفيد. أولا بتضر الجسم، إذا ما تعملتش عند حد متخصص ممكن يفقد دم كتير، ممكن يحصل تلوث أو عدوى، وإحنا النهاردة عندنا يعني بعبع كده بنسميه فيروس سي وفيروسات الكبد، وجميع الأمراض بتنتقل عن طريق الدم، فلازم يكون حد دكتور متخصص فاهم يعني ايه تعقيم، فاهم يعني ايه حجامة، فاهم يعني ايه ان احنا نطلع فقط الدم الزائد عن حاجة الجسم، الدم اللي الجسم مش محتاجه. احنا بفضل الله عز وجل بنعمل موضوع الحجامة ده على أسس علمية موثقة عالمية، وفي مجموعة من الأطباء عملوا بحث في موضوع الحجامة، وكانت مقارنة بين الحجامة النبوية اللي هي بالطريقة النبوية اللي في السنة المطهرة، والحجامة الغربية اللي بتتعمل في الغرب دلوقتي. الحجامة النبوية ان احنا بنحط كاسات الحجامة، طبعا احنا عندنا بنجيب كاسات معقمة بتستخدم مرة واحدة فقط لمريض واحد فقط، ما فيش حاجة اسمها ان المريض ياخد الكاسات معاه البيت ويجيبها معاه الجلسة الجاي، الكلام ده كله احنا لغيره، احنا بنقدم الكاسات مجانا عشان انا ابقى مطمئن ان المريض بتاعي لا يتعرض لعدوى، لا يتعرض لآثار شديدة. رقم 2، موضوع التشريط بتاع الحجام. الحجام العشوائي بيعمل تشريط عميق قد يؤدي إلى نزول دم زائد عن الدم اللي المفروض ينزل. احنا بالظبط يمكن في كل موضع من الكاسات بحاول أطلع سنتي واحد دم أو 2 سنتي، بحيث أن حتى المريض لو عنده أنيميا أو عنده سيولة أو عنده سكر أو عنده فيروس أو عنده أي مشكلة، ما يحصلوش هبوط حاد في الدورة الدموية، ما يحصلوش فقد الدم الجسم محتاجه. لكن انا في الحجامه بطلع ايه؟ بطلع الدم الفاسد. يعني ايه دم فاسد؟ هو طبعا المصطلح ده مش علمي قوي، لكن هو مصطلح شعبي ودارج، هو دم غير نقي او دم شايخ او كرات دم هرمه او دم معبأ بالسموم، ده اللي احنا بنطلعه في الحجامه. بنعمل ايه؟ انا بحط كاس الحجامه الاول وبعمل شفط. لما بعمل شفط الجلد بيبتدي يتشد كده زي ما انا عامل ايدي كده، بعد شويه المكان ده بيبتدي لونه يتغير، معنى ان لونه اتغير ان الاخلاط الفاسده كلها اتجمعت دلوقتي تحت الجلد. ديت ميزه الحجامه النبويه، ان احنا بنحط الكاس قبل ما نعمل التشريط. بعد كده بنعمل التشريط، مش تشريط، بنسميه واخذ سطحي. واخذ سطحي يعني ايه؟ احنا بنعمله اسمه توسيع مسام. توسيع مسام يعني لازم انه لا يؤلم، ليس له الم. ثانيا بيوسع مسام الجلد فقط، بحيث لما نشفط المرة التانية لو في دم زايد عن حاجة الجسم يطلع، ما فيش دم زايد عن حاجة الجسم ما يطلعش، لأن حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول:
إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل وشرطة محجن. يعني التشريط نفسه فن، التشريط نفسه علم، أولا عشان ما نأذيش المريض، عشان ما نعملش ألم. إحنا بنؤكد إن الحجامة بنقوم بها بدون ألم، بدون ألم، لأن أصلا دي مش جروح، ده أنا مجرد بلمس الجلد بس عشان أوسع المسام بطريقة معينة. ده رقم اتنين. رقم تلاتة الشكل. لما بنعمل عند حجام عشوائي ممكن تسيب أثر في الجلد. احنا عندنا ما بتسيبش اي اثر في الجلد نهائيا نهائيا، خاصه لو كانت عفوا واحده ست او بنت او كلام من ده، الجلد بتاعها بيتاثر وجلد الست غير جلد الراجل. عندنا بفضل الله عز وجل بنقوم بهذا الامر بحيث لا نترك اي اثر لا في جلد الست ولا في جلد الراجل. بعض السيدات بيطلبوا ان انا اعمل لهم الحجامه بنفسي لا حرج، بعض السيدات بيطلبوا انثى تعمل لهم حجامه برضو لا حرج، ولكن تكون واحدة متدربة عندي. لكن في ناس طبعا يحبوا ان يكون في تخصص اكتر واحترافية اكتر، يطلبوا ان انا اعملها بنفسي. بعمل الكلام ده كله بفضل الله عز وجل، وابتغي بذلك وجه الله ان ربنا سبحانه وتعالى ينفعني انا شخصيا وينفع الناس بعلم ربنا وهبه لنا ويتقبله عنده سبحانه وتعالى، ويكون ده في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. الحجامة طبعا لها نظريات كتير اتكلمنا عنها، وطبعا الكلام ده كله احنا بنتكلم كلام علمي، وحضرتك ممكن تدخل على الشبكة الدولية العنكبوتية الانترنت وتكتب كابينج ثيرابي CUPPING ثيرابي THERAPY. كابينج ثيرابي معناها العلاج بكاسات الهواء زي ما بيقولوا عليها برة، او اكتب ويت كابينج ثيرابي يعني الحجامة الرطبة اللي هي بنطلع فيها نسبة من الدم اللي احنا قلنا انه دم فاسد، في كرات دم شيخه متكسره، في سموم متراكمه في الجسم بقالها سنين مخليك جسمك مكسر، مخليك مش قادر تقوم، مخليك بتقوم الصبح يعني مش فايق، مخليه عظمك همدان. السموم دي كلها وبتعمل امراض كتير جدا، سموم الادويه، سموم اللي احنا بنتنفسها عن طريق شكمانات السيارات وعن طريق الاكل والشرب والحاجات دي كلها فيها ملوثات، الملوثات دي بتتجمع في اماكن معينه في الجسم بنطلعها احنا بره الجسم عن طريق الحجامه. الحجامة بتعمل ايه تاني؟ الحجامة بتعمل افراز لمضادات الاكسدة الطبيعية في الجسم. المضادات الاكسدة دي مهمة قوي عشان تحمي الجسم من السرطان، تحمي الجسم من الاورام، تحمي الجسم من الامراض الخبيثة، تحمي الجسم من مشاكل كتيرة. لما الحاجات دي لما بتطلع بتقوي جهاز المناعة، جهاز المناعة بيرتفع يقدر يقاوم الامراض، الانسان يكون فايق، الطحال بيبتدي ينتج دم جديد، نخاع العظم بيبتدي ينتج دم جديد، يبقى بننشط الدورة الدموية العامة في الجسم عن طريق جلسة بسيطة جدا اسمها جلسة الحجامة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أهرق من هذه الدماء لا يضره ألا يتداوى بشيء من شيء. يعني اللي يواظب على عمل الحجامة مرة كل شهر أو كل شهرين أو ثلاثة ما يضروش إن هو لو مرض ما ياخدش دواء، لأن جهاز المناعة بتاعه بيعلى، والكلام ده فيه إعجاز علمي رائع. معنا اتصال كريم، الأستاذة منى من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. انا كنت عملت حجامة عند حضرتك يا دكتور. أهلا، وكنت بتصل عشان اشكر حضرتك على الحجامة. ربنا يبارك فيك. انا كنت عاملاها لسبب الصداع. تمام. 3 سنين الصداع كان مستمر واخدت علاج كتير جدا جدا ليه، وبعدين الحمد لله بعد ما عملت الحجامه الصداع قل كتير جدا الحمد لله. اللهم لك الحمد. طب الحاله الصحيه العامه في الجسم عامله ازاي يا استاذ؟ الحمد لله الحركه بقت احسن الحمد لله. بنحس ان في تحسن في الوظائف الذهنيه والبدنيه؟ ايوه طبعا الحمد لله، حتى الحركه بقت احسن، الصداع قل جدا، حسيت ان دماغي بقت فايقه اكتر الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد. اهلا بك يا فندم، ربنا يبارك فيكم وينفع بكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونشكرك على هذه المداخلة الطيبة. شكرا جدا لحضرتك. هي إحدى الأخوات ربنا يبارك فيها بتذكر أن الصداع، وحتى دي من المشاكل اللي هنتكلم عنها في علاج الحجامة، إيه اللي بيكون حاصل؟ بيكون أحيانا في احتقان شديد في الدماغ، أول ما بتطلع الدم ده بتدي الاحتقان ده يهدى. الناس اللي عندها صداع مزمن، الناس اللي عندها صداع نصفي، الناس حتى اللي عندها بؤر صراعية، لاحظت أن إحنا لما بنعمل الحجامة حتى للأطفال بنلاحظ ان النوبة الصراعية بتتأخر، كل جلسة بتتأخر، بدأ الجسم يستجيب احسن للعلاج. احنا بنقولش طبعا نوقف العلاج، لكن بنقول ان الحجامة بتساعد جدا ان الجسم يحصل على اقصى استفادة من الدواء. نظريات الحجامة كثيرة جدا،
منها نظرية بوابة الألم. بوابة الألم يعني إيه؟ إن إحنا لما بنعمل الحجامة وبنعمل وخز سطحي بندي نسبة من الألم البسيط. الألم البسيط ده بيساعدنا إن إحنا نشيل ألم كبير. الألم الكبير ده قد يكون ألم في الظهر، قد يكون ألم في الدماغ، قد يكون ألم في المفاصل، قد يكون خشونة في الركبة، قد يكون ألم في أي عضو من أعضاء الجسم. إذن الحجامة من أقوى الأشياء التي تعالج الآلام بصفة عامة في الجسم. النظرية الثانية نظرية الارتواء الدموي. طيب معنا اتصال كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك دكتور. هستسمعك توطى التلفزيون يا فندم. أنا عاوز أعمل حكاية عندي دوالي. كنت عملت في عملية قبل كده. وزاد الثاني في رجله بتاعه. دوالي في الرجلين يعني في الساقين. طيب هو الارقام ظاهره على الشاشه، ممكن حضرتك تتصل بالبشمهندس محمد يحجز لك ويعرفك المواعيد بتاعتنا في العياده في مجمع المواردي في محطه مترو السيده زينب. وتشرفنا ان شاء الله. الحجامه طبعا من الحاجات المفيده جدا، وانا جات لي من فتره اخت كانت بتعاني من دوالي شديده جدا، وبصراحه الدكتور كتب لها او طلب منها ان هي تعمل عمليه، فاستاذناها قلنا له سيبنا اسبوعين او ثلاثه نعمل جلسه حجامه، فوافق الدكتور على هذا. بعد ما عملنا لها الحجامه، طبعا انا كنت بعمل لها الحجامه كانت بتتالم من شده الوجع بتاع الدوالي بتاعتها. الحمد لله بعد شهر لقيتها جايه يعني بتشكر شكر شديد، وبتقول ان احنا الحمد لله لم نعد في حاجه الى العمليه، الالم خف بنسبه 70%، بنعمل جلسه حجامه ثانيه وثالثه عشان ان شاء الله المشكله تخف. جامد جدا. الدوالي دي عباره عن اورده محتقن فيها الدم، احنا بنشيل الدم من حواليها، ممنوع يتحط حجامه على الدوالي. ده احنا بنقول ده فرق بين حد متخصص وحد مش متخصص. حد متخصص بيعمل لك الحجامه في اماكن معينه عشان تعالج دون ان تضر، حد مش متخصص بيعملها لك عشوائيه بتضر وتضر وتضر. اذا فالحجامه نعملها عند حد متخصص عشان الاسباب اللي احنا قلناها. من الحاجات المفيدة جدا فيها الحجامة ان هي بيفرز معاها مادة نيتريك اوكسايد، ودي بتوسع الاوعية الدموية، بيحصل ارتواء دموي. ونظرية الارتواء الدموي دي بتقول ان اي عضو بيمرض نتيجة عدم وصول الدم الكافي اليه. يعني انا ممكن يكون عندي خشونة في الركبة او الم في الظهر، وعمال اخد برشام واقراص وجلوكوزامين والكلام ده كله ومفيش استجابة. ليه؟ الدم مش واصل كويس للعضو، فبالتالي الدواء مش واصل كويس. لكن انا لما بعمل الحجامه بعمل تحسين للدوره الدمويه، وبالتالي تحسين لوصول الدواء، تحسين لوصول الغذاء، تحسين لوصول الاكسجين، تحسين لوصول جهاز المناعه، كل ده بينفع بيتعمل بالحجامه. الحجامه مش بس للمرضى، الحجامه كمان للاصحاء. ان الانسان السليم بيعمل حجامه كل فتره عشان ينقي جسمه من السموم، يحافظ على الحاله الصحيه العامه، يحافظ على نشاط جسمه، يحافظ على تجديد الدم باستمرار داخل الجسم. عندنا برضه نظريه خطوط الطاقه، ونظريه خطوط الطاقه دي بتقول ان كل عضو في الجسم له موضع يمثله على سطح الجلد. لما نعمل حجامة على الموضع الذي يمثل العضو على سطح الجلد، يعني مثلا هنعمل حد عنده مشكلة في القلب، بنعمل له على الكتف الأيسر على سطح الجلد، بيسمع في القلب، بيعالج القلب. كذلك الكتف اليمين بنعالج عن طريقه أمراض المرارة وأمراض الكبد وأمراض الجهاز الهضمي. في مواضع في الرجلين بتعالج الجهاز الهضمي، وديت حاجة مش كتير يعرفوها إلا حد يكون متخصص بفضل الله. فإحنا بنعملها في مواضع معينة للرجلين بتعالج الجهاز الهضمي، في مواضع لعلاج الخشونة، وهكذا. يعني أمراض كثيرة بتعالج بالحجامة، منها أمراض العظام والعمود الفقري زي خشونة الفقرات في الظهر وآلام الفقرات وآلام الرقبة وآلام الظهر. خشونة الركبتين، والحجامة بتحقق نتائج هائلة جدا في خشونة الركبتين، وقد بفضل الله عز وجل ننتهي من التهاب الركبتين وخشونة الركبتين في غضون 5 جلسات، كما حدث مع كثير من المرضى الذين ترددوا علينا في عياداتنا المختلفة. عندنا برضو خشونة المفاصل الطرفية، عندنا مرض النقرس له علاج جيد جدا بالحجامة. أمراض المناعة الذاتية زي الذئبة الحمراء والروماتويد بنجد تحسن ملحوظ جدا مع الحجامة، وطبعا دي أمراض علاجها صعب، لكن مع الحجامة بيكون علاجها إن شاء الله سهل. أمراض خاصة بالمخ والأعصاب، الناس اللي عندها صداع مزمن زي ما قلنا، سواء صداع عادي أو صداع نصفي، الحجامة بتجيب نتائج هائلة جدا فيه. مشكلة التبول اللا إرادي الذي يحدث لكثير من الأطفال،
والشباب واحيانا الناس كبيره. اكمل لكم موضوع التبول الارادي بعد تلقي هذا الاتصال. معنا الاستاذ ريهام. الاستاذه ريهام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت يا دكتور، كنت عايزه اقول لك ان انا كنت بعاني من سحر من فتره، يعني مده سنتين. سامعني؟ ارجو رفع الصوت. كنت بعاني من سحر. سحر في بطني. تمام. مده سنتين، لحد النهارده انا تعالجت بالعلاج الشرعي. تمام. لحد النهارده السحر بطني بتألمني خالص، وترجع على طول. رحت عند دكاتره كتير وعملت تحاليل. الدكتور التحاليل طلعت نظيفه خالص، ما فيهاش اي حاجه. تمام. الدكتور قال لي ان انت عندك التهابات في القولون العصبي. تمام. خدت البرشام، ولحد بعد ما خلصت البرشام ورجعت له تاني، لحد النهارده بطني برضك عندي اسهال وترجيع، ولما اشغل الرقيه الشرعيه بحس اني بتعب خالص. تمام. ومش عارفه يا دكتور، لحد النهارده تعبانه وحالتي النفسيه متدمره خالص. طيب. يعني مش عارفه اعمل ايه. هرد على حضرتك حالا باذن الله. يا ريت يا دكتور تديني بس اجابه، يعني اني انا والله تعبانه خالص. طيب تابعيني من خلال الشاشه وارد على حضرتك حالا باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. موضوع السحر والمس والحسد وهذه الامور، احنا طبعا لما شفنا المرضى اللي بيقولوا هذا الكلام احنا تبين لنا ان هذا الكلام فعلا صادق، وده وارد في القرآن وارد في السنة. لكن موضوع السحر والحسد ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على جهازين مهمين جدا في الجسم. بيأثر على الجهاز المركزي العصبي، الجهاز العصبي المركزي CNS Central Nervous System، وبيأثر على جهاز الغدد الصماء اللي هو الاندوكراين سيستم. لأي غدة بتتأثر عن طريق السحر بيحدث مرض معين. يعني لو حدث تقصير في الغدة الدرقية بيحدث في الغدة الدرقية مرض. لو حصل في الغدة الكظرية بيحصل مرض تاني. لو حصل في المبايض والخصية اللي هي الغدد الجنسية بيحصل مرض ثالث وتأخر إنجاب ومشاكل من هذا القبيل. الحجامة بتعمل إيه؟ الحجامة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الطب النبوي إن هي بتساعد في استخراج مادة السحر من الجسم. إذن الرقية الشرعية مهمة جدا في إبطال السحر، لكن مادة السحر نفسها لازم نطلعها من الجسم عن طريق الشفط بكاسات الحجامة. بتطلع المادة السحرية من الجسم، خاصة لو في أماكن معينة للوجع في الجسم بيكون متركز فيها مادة السحر، وبيبان قوي إن الدم طالع من المكان ده لونه غامق جدا وفي أخلاط كثيرة وقد يكون لونه أسود. وهذه الأمور معروفة ومعترف بها بالتجربة والمشاهدة العملية. فأي حد بيعاني من هذا الأمر، إحنا كمان بنعمل يعني بنقرأ آيات الشفاء وآيات الرقية الشرعية أثناء جلسة الحجامة للمرضى اللي بيعانوا من مثل هذا الأمر، بنلاحظ تحسن عجيب جدا بفضل الله. قد تحتاج جلسة واحدة، جلستين، ثلاثة، معانا لحد من 3 لـ6 جلسات حتى ينتهي السحر تماما وينفك الموضوع. برضو مع هذا بنشوف الجانب الطبي وبنمشي في العلاج الطبي، وربنا سبحانه وتعالى يكشف عنك. ممكن حضرتك تحجزي معانا عن طريق الأرقام الظاهرة على الشاشة، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الشفاء والعافية. معنا اتصال كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذة أم محمد، أهلا وسهلا. أهلا دكتور. ينفع معايا الحجامة؟ أنا عندي صفائح دموية عالية، فدايما يعني ايه بخاف من يعني بتعمل تجلطات، يعني لوكات عاليه، فانا باخد العلاج بتاعها. يعني ممكن مع وانا باخد العلاج بتاعها تحسن ارتفاع الصفائح في اثناء وانا يعني وهي طالعه يعني، ولا اخاف يعني مثلا ايه الحقن والحاجات دي تعمل لي جلطه يعني او كده، سحب الدم. حقن ايه يا فندم؟ لا اللي هي الحونه بتاعت الحجامه. تمام. تعتبر زي سحب دم زي شكه يعني. فدي انا يعني ما تاثرش عليا وانا باخد العلاج على اساس ان انا يعني الصفائح متنتظمه. تفيد معايا بقى الحجامه في تحسين وظائف الصفائح؟ تمام خلاص. فهمت قصد حضرتك. تبعيني وكمان في حاجه كمان بالنسبه اللي عندهم كرات دم بيضه نازله، تفيدهم برضو؟ كرات الدم بيضاء ايه يا فندم؟ كرات الدم منخفضة، البيضة منخفضة. تمام خلاص. تبعيد ان يعني شاء الله. مثلا هي 3000 مثلا. تمام. هرد على حضرتك حالا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحاجات العجيبة والرائعة ان هم وجدوا ان الحجامة بتنظم جميع مكونات الدم.
الصفائح العاليه بتنزلها والصفائح القليله بتعليها، كرات الدم البيضاء العاليه بتنزلها وكرات الدم البيضاء القليله بتعليها. وانا يمكن انا كنت واحد من الناس اللي كان عندهم كرات الدم البيضاء دي نازله خالص. دلوقتي ما شاء الله العدد تضاعف يمكن ضعفين او ثلاثه مع المواظبه على الحجامه عليا انا شخصيا. بفضل الله المناعه بتنتظم، كرات الدم البيضاء بتنتظم. الجميل ان الحجامه بتقوي جدا جهاز المناعه، بتحفز جهاز المناعه على انتاج كرات الدم البيضاء بصوره طبيعيه، يعني كمان ما بتهيبرش عن اللازم، ما بتزودش عن اللازم، المطلوب فقط بحيث تقاوم اي مرض. احنا بنعمل استثاره للجلد، الجسم بيوهم خطا انه في حاله خطر، فبينتج مكونات دم جديده بحيث تقاوم هذا المرض. فبالنسبه للصفائح ما فيش اي مشكله من موضوع الحجامه سواء عاليه او واطيه، الحجامه احنا بنعملها تشريط رقيق جدا لا يؤدي الى حدوث اي مشكله بفضل الله عز وجل في موضوع حضرتك. نرجع لموضوع المخ والاعصاب، وقلنا ان في ناس كمان الاطفال اللي عندهم تاخر نمو بسيط يعني لسه شغال، فبنقوي الخلايا المحيطه بالخلايا التالفه عشان تقوم بوظيفتها. الناس اللي عندها نسبه تشنجات لاحظنا ان التشنجات دي بتقل والموضوع بيتاخر مع الوقت، يعني مع الجلسات بنلاقي ان النوبه بدل ما كانت بتيجي كل يوم بقت تيجي كل اسبوع، بتيجي كل 10 ايام، ممكن ما تجيش وهكذا. ده من فضل الله سبحانه وتعالى. برضو التهاب الاعصاب، الناس اللي عندها التهاب في الاعصاب دائما مزمن، برضو الحجامه بتفيد معاهم. مشكله العصب الخامس والعصب السابع والشلل الوجهي بفضل الله عز وجل الحجامه بتاتي بنتائج طيبه جدا فيه. عندنا الامراض الباطنيه، الحجامه بالنسبه لمرض السكر، لو مرض السكر من النوع الثاني المعتمد على الاقراص الغير معتمد على الانسولين، بتنشط البنكرياس، بتساعد على افراز انسولين طبيعي، بتساعد على ان الجسم يتقبل هذا الانسولين على الانسولين ريسبتورز ويدي نتائج طيبه ان الجسم يقدر يستفيد من الانسولين. لان مشكله السكر من النوع الثاني اما ان الانسولين ما بيطلعش بصوره كافيه او ان الانسولين بيطلع ولكن لا يستفاد منه، بيجد مقاومه من الخلايا، الحجامه بتحسن الوظيفتين مع بعض. ضغط الدم المرتفع الحجامه رائعه فيه. الحجامه مجرد ما بنعملها بنطلع دم فاسد ومواد فاسده، وفي نفس الوقت حجم الدم بيقل فيبتدي الضغط يقل، ده رقم واحد. وانا شهدت حاله كان الدكتور في المستشفى لقى ضغط المريض عالي جدا لدرجه انه خشي على المريض من الوفاه او خشي على المريض انه يحصل له نزيف من اي حته، فانا احسن ان انا اعمل هذا النزيف ليس نزيفا بدم الحجامه، ان انا استخلص شويه دم من اماكن معينه احسن ما يحصل اي نزيف في عضو كبير. فمريض الضغط دوت الدكتور طلع كاسات الحجامه وبدا يشتغل عليه الحجامه في قلب المستشفى. هكمل لكم القصه بعد تقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد. اهلا يا دكتور. اهلا بك يا فندم، اتفضل. انا يا دكتور بعاني من مشكله دي التنفس، وكل ما اروح لدكتور يقول لي ما عندكش حاجه ما عندكش حاجه ما عندكش حاجه. تمام. فهل الحجامه لها تاثير في ضيق التنفس ده؟ طبعا لها تاثير، تاثير مهم جدا. حضرتك تابعني من خلال الشاشه وممكن تحجز عن طريق الارقام، تابعني وهرد على حضرتك حالا. اللهم صل على سيدنا محمد، خير من علم المتعلمين وادب المتادبين. بالنسبه لضيق التنفس، الناس تحس بخنقه، تحس حاجه كاتمه على صدره، تحس انه مش قادر يتنفس كويس، دي لها شقين، شق نفسي وشق عضوي. الحجامه بتعالج الشقين، بتساعد على افراز الاندورفينز والانكيفالينز والمواد اللي بتفرز في المخ عشان تحسن الحاله النفسيه، والسيروتونين والدوبامين والاستايلكولين والابنفرين ونور ابنفرين، السيال العصبي كله بينتظم عن طريق الحجامه. ايه الميكانيزم بالظبط لسه ما توصلوش قوي، لكن التحاليل بتثبت، الابحاث بتثبت ان الحجامه لها نتائج هايله. فموضوع ضيق الصدر وضيق التنفس بياتي بنتائج طيبه مع الحجامه، وزي ما قلنا بنقرا معاها برضه ايات الشفاء والرقيه الشرعيه، برضه بنتكلم مع المريض ان لو عنده مشكله نفسيه يتخلص منها، ما بيصليش يحاول يتقرب لربنا، الحاجات دي كلها بتخلي الانسان يكون في احسن حال. معانا اتصال اخر. الاستاذه ام ريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك يا دكتور. اهلا بيك يا ست الكل. انا بقالي 4 سنين يا دكتور دايخه، الدكاتره بنعدتي والله العظيم مش عارفه اعمل ايه، كل ما اروح واخيرا يقولي لي روحي للشيخ يرقيكي، روحي لحد، معدتي تعبانه. طيب في التشخيص ايه يا فندم؟
يعني بيقولوا لك فيها التهاب ولا فيها؟ في المعدة. نعم، يعني الدكاترة قالوا لك فيها التهاب في المعدة ولا فيها ايه؟ ايوه يا دكتور، ايوه. لكن الادوية مش جايبة نتيجة. وفي قالوا انت عندك ارتجاع في المريء، ونتيجة ارتجاع المريء، بس مؤخرا بيقولوا لي ان دوت ما يعملش اللي فيه كده كله، يعني المعدة بتخنقني خنقة جامدة، وبقعد اعيط في اكتئاب فظيع، يعني مش عارفة اعمل ايه. انا حاضر، تعبت بقى 4 سنين. حاضر، ابشري بالخير. طيب تابعيني من خلال الشاشة وارد على حضرتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الحجامة برضو من الحاجات اللي كنا نتكلم عنها ان هي مفيدة جدا في موضوع امراض الجهاز الهضمي، موضوع ارتجاع المريء، بتقوي العضلات اللي بين المريء وبين المعدة، لو في دوالي في المريء بتساعد ان هي تشيل الدم الزايد دوت، بتساعد على إزالة التهاب المعدة، بتساعد على إزالة الآلام. جات لي أخت امبارح كان عندها مشاكل جامدة جدا في المعدة، ولما طلعنا الحجامة لقينا مطلعه حاجات سودة جدا، وما حطيت ايدي لقيت كلاكيع جامدة جدا تحت الجلد. الحاجات دي كلها بتعمل آلام، والحجامة بتعالج الحاجات دي كلها. التهاب المعدة لسه حتى بتكلم عنه، الإسهال، القولون العصبي بيتعالج كويس جدا بالحجامة، التهاب المرارة. الناس اللي عندها مشاكل في القلب، الحجامة ليس لها أي ضرر، بل بالعكس بتساعد في إزالة الكوليسترول الضار، بتساعد في تحسين الدورة الدموية. حساسية الصدر، التهاب الشعب، ضيق الصدر، الكلام ده كله له علاج عندنا بالحجامة. الأمراض الجراحية زي التهاب البواسير المزمن، الحجامة بتساعد جدا، لأن زي ما قلنا البواسير زيها زي الدوالي بيحتقن فيها الدم، فإحنا لما بنسحب الدم الزايد دوت بفضل الله البواسير بترجع لوضعها الطبيعي بإذن الله في كثير من الحالات، إلا لو كانت دخلت في الدرجة الخامسة على الأقل بتحسن الحالة. دوالي الخصية برضو لها علاج ناجح بالحجامة. تنشيط الحيوانات المنوية وتسريع تكوين الحيوانات المنوية وإنتاج الحيوانات المنوية وعلاج اللزوجة وعلاج تشوهات الحيوانات المنوية، كل ده الحجامة لها تأثير جيد فيه. كذلك تنشيط التبويض لدى السيدات، علاج الالتهابات لدى السيدات. في أبخرة كمان ساعات بتبقى في الرحم ما بتظهرش في أي سونار، بتطلع معانا عن طريق كاسة الحجامة وتبقى باينة زي الشبورة في قلب الكاس، ودي لها عامل في الإنجاب. التهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللوز، ولكن اللوز لازم برضو معها المضاد الحيوي المناسب. الثعلبة اللي بتيجي في الشعر دي الحجامة بتضيعها تماما بفضل الله. أمراض الجلدية، أمراض الذكورة زي الضعف الجنسي مثلا، ضعف الجنسي الحجامة تعتبر وسيلة علاجية آمنة جدا، ما بديكش أي أدوية، ما بديكش أي حاجة، مجرد بنجري الدورة الدموية بتدي العضو يعمل بصورة طبيعية، ويمكن من أول جلسة في ناس بفضل الله بتتحسن أحسن من البرشام اللي في الصيدلية اللي بيعمل مشاكل في الضغط وبيعمل مشاكل في الدورة الدموية، والإنسان ممكن يسخن وممكن يتعب وممكن ليه آثار جانبية على المستقبل إن الجسم بيتعود عليه. لا، الحجامة بتعالج الضعف الجنسي بدون أي مشكلة بفضل الله عز وجل. اضطرابات الدورة الشهرية، بعض أمراض العيون زي المياه الزرقاء والمياه البيضاء، ولكن مش لطول النظر ولا لقصر النظر. إذن الحجامة النبوية لها فوائد عظيمة. برضو بنتكلم في الأساس برضو على خشونة الركبتين، خشونة المفاصل، مرض يعني متعب جدا، مؤلم جدا، المريض مش قادر يمشي، بياخد العلاج ما بيستفدش منه. الحجامة بتساعد في علاج خشونة المفاصل. من الجدير بالذكر إن إحنا لازم برضو مع علاج خشونة المفاصل وألام الظهر والغضاريف، علاجها بالحجامة لازم معاه ان احنا نحاول نخسس شوية، سواء 5 كيلو او 10 كيلو، التخسيس بيعمل برضو يدي نتيجة او مفعول كويس معاه. بفضل الله عز وجل احنا بنعمل الحجامة في مجمع المواردي، عيادة الصحة في مجمع الموارد، محطة مترو السيدة زينب. الاتصال على الباشمهندس محمد على الأرقام الظاهرة على الشاشة للحجز ومعرفة المواعيد. كنت معكم أخوكم وأحبكم الدكتور محمد إبراهيم خليل، ألقاكم في مثل هذا الموعد قبل نصف ساعة من الآن في يوم الاثنين القادم. طبتم ودمتم في صحة وعافية وسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.